قوموا معايا نعمل لقمة القاضي أو اللقيمات أو العوامة أو الزلابي. عندي كوباية ونص من الدقيق، وعندي ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من السكر، ونص ملعقة صغيرة من الملح، ونص ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. بخلطهم بكوباية وربع أو ممكن لحد كوباية وثلاث، يعني نص من الموية الدافية. لازم تكون موية دافية. وفي الآخر أنا ضفته، وده اختياري، ربع ملعقة صغيرة من الهبهان مطحون. بضربهم كده كويس لحد ما تبقى كده زي العجينة المطاطة، وبخليها تخمر يعني بالكيس النايلون. وبعد كده بفرغ الهواء، بتكون عندي ملعقة بغمزها كده في الزيت، والزيت لازم يكون ساخن، ما ساخن شديد لكن ساخن انه هو طوالي العوامة او اللقيمات او لقمة القاضي كده تتحمر كده كويس، وبقلبهم او ما بياخدوا لون. وبكون مجهزة من الجنب يعني الشربات او الشيرة، بتكون القوام بتاعه تقيل، اللي هي ممكن يكون كوباية ونص من السكر معها كوباية من الموية مع عصير الليمون، ويعني بطبخهم سويا لحد ما يكونوا تقيل. ولازم الشربات أو الشيرة لازم يكون تقيل القوام. وفي النهاية بزينهم بالجوز الهند والفستق، ودي اختياري، مقرمشة ورهيبة جدا.